والنظرية ما ذكرت أي شيء عن المدير برعة ومس كوثر، وحسب تخيلات الأولاد إنه كمان هول ميتين. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن من قناة بودي. إن شاء الله تكونوا بخير وعم تعجبكم فيديوهاتي، وما تنسى تحط لايك وكومنت وتشترك بالقناة. خلي جيش بودي يكبر فيكم وخلونا نبلش. اليوم موضوع الفيديو مثل ما قرأتوا بالعنوان عن نظريات مدمرة للطفولة. الكرتون الأول الفسحة. هذا الكرتون كنا نحضره نحن وصغار، وهو عبارة عن مدرسة فيها كتير أطفال ما بحبوا الدراسة قد ما بحبوا الفرصة، ومغامرة هالأطفال بتبدأ من الفرصة، وحتلاقي فيه الملك بوب يلي بيأمر الأطفال والحفارين والبائع وغير هن كتير. بس القصة الأساسية عن ست أطفال، هن طارق ونيلي ونص وبرنس جيلان ومجدي، يلي بيقوموا بمغامرات كتير وبمشاغبات كتير. بس النظرية بتقول إنه هول الأطفال أرواح ميتي عالقة بقلب المدرسة، انه هالمدرسة بنوها بالحرب العالمية الأولى. طارق كان أول طالب بهالمدرسة، وبيوم من الأيام هاي المدرسة رفعت سعر الأكل، فطارق احتج وعمل مظاهرات بالشارع، للأسف صدمته سيارة الآيس كريم، مات عام 1929. روحه ضلت بالمدرسة كرمال يعلم الأطفال كيف يدافعوا عن أنفسهم. أما مجدي دخل المدرسة تاني واحد، كان يضل يأكل كتير كتير لحتى مرض بالسكري، بالرغم هيك ما وقف أكل لحتى يوم من الأيام أغمى عليه وفات بغيبوبة، وبعدين مات عام 1932. نيلي دخلت المدرسة بعد موت مجدي، كانت كتير عنيفة وماتت بعد ما دخلت بمشاجرة مع مجموعة أولاد وضربوها حتى الموت. أندل دخل المدرسة عام 1944، كان دايما يتمنى انه يصير مخبر، ومرة من المرات شاف ولد عم ينضرب فراح خبر معلمته وتم طرده للولد، وبعد كم ليلة هالولد راح على بيت أندل وقوسه ومات. أما نص إجا على المدرسة بال 1951، كان الأول بالمدرسة دايما، كان الأولاد دايما بالمدرسة يضربوه حتى يوم من الأيام فقدوا السيطرة على حالهم وضربوه حتى الموت. أما جيلان كانت أذكى وحدة بالمدرسة، بعام 1965 إجت بنت وسرقت مشروع على العلم وفازت فيه، وجيلان بوقتها حزنت كثير لحتى انتحرت وماتت. أما برينس دخل المدرسة بال 1978، وهو شخص رياضي، بس للأسف بعام 1982 انكسرت رجله وتم منعه انه يمارس الرياضة، وكان هالرياضة بحبها كتير. وهون دخل بحالة اكتئاب، وبعدين لقوه منتحر وغرقان ببانيو الحمام. أخيرا الملك بوب دخل المدرسة عام 1991، وكان مجنون وكان يتوهم انه هو ملك العالم، بيقدر يعمل أي شيء بحياته. وبيوم من الأيام كان في انتخابات بالمدرسة وما حدا من الطلاب انتخبه، فحاول يعمل حركة زنخة فتم اعتقاله وسجنوه، ومات عام 2001 بقلب السجن، وبعدين تم إغلاق المدرسة. بس ظلت أرواح الأطفال عم تجوب المدرسة، والنظرية ما ذكرت أي شيء عن المدير ولا عن مس كوثر. الكرتون الثاني توم أند جيري، يلي بحبوه الكبار قبل الصغار، لكن في حلقة اعترضوا عليها كتير من الأهالي وقالوا إنه ما بتناسب أبداً أعمار أطفالاً، ألا وهي انتحار توم وجيري تحت سكة القطار. بتبلش الحلقة إنه بكون توم قاعد على سكة القطار مكتئب وحزين، وجيري كان يتأسف على حالته وبيصير يتذكر مين اللي وصل توم لهالحالة، إنه هو وتوم كانوا رفقة لحتى وقع بحب القطة البيضة، بس جيري كان شاكك انه هي عم تلاعب فيه، وتأكدت شكوكه بس فات القط الاسود الغني على الخط، واتضح انه هي كلبة مال او بسة مال، وكان يحاول توم انه يسترجع حبه بس ما قدر، وكل مرة كان يجيب له هدية شكل، بس كان القط الاسود كان يجيب اغلى واحسن، حتى يئس توم واكتئب، ويلي حزنه اكتر بس مرأة الليموزين وهن فيها، وكانوا متزوجين، وهون قرر توم انه ينتحر، وبعدها جري بطول صورة حبيبته وبصير يبوسها لحتى كمان التاني
ينصدم بنفس المشهد اللي هو حبيبته بسيارة شخص وكانوا متزوجين. فبينضم جيري لتوم على سكة القطار، وآخر شي بنسمع صوت زمور القطار هو جاي مسرع ناحيتهم. احتمال توم وجيري عن جد يكون انتحر، والحلقات يلي بعد هاي الحلقة هي عن حياتهم قبل، خاصة انه الحلقات بالعادة ما بيجي مرتبين. وهيك بنكون خلصنا المقطع، ما تنسى اللايك والسبسكرايب، ما تنسى تتابعنا على الانستغرام، وإذا أنت وصلت لهالنقطة من الفيديو ما تنسى تكتب تحت بالتعليقات معا لتدمير الطفولة. بس